في الصورة حول انطلاق منافسات السباحة. أهلا بك زميلي ياسين، تحية لك ولكل المشاهدين الكرام. متواجدون هنا بالقاعة المائية لمركب ميلود هدفي من أجل تغطية اليوم الأول للبطولة العربية للسباحة. الجزائر اليوم تحصلت على ميداليات متنوعة الألوان، منها ذهبيات، منها فضيات، منها برونزيات. لتفاصيل أكثر معي رئيس الاتحاد الجزائري للألعاب المائية محمد بوغادو اللي راح يعطينا تفاصيل أكثر. السلام عليكم. السلام. كيف شفت اليوم الأول هنا للبطولة العربية بصفتك رئيس للاتحاد الجزائري؟ كيف شفت التنظيم؟ والله هي أولا نحيي الأخ ياسين وكل متفرجين قناة المهار. هي كما تعرفوا اليوم البطولة متواجدة في وهران، وإحنا كاتحادية عندنا مسؤوليتين. المسؤولية الأولى هي مسؤولية التنظيم بطبيعة الحال، والمسؤولية الثانية هي مسؤولية النتائج. الحمد لله من حيث التنظيم اليوم الاتحادية عندها كل إمكانيات وعندها حتى الخبرة من حيث التنظيم هنا بوهران، وكذلك في منشأة ذات مقاييس عالمية. ومن حيث النتائج الحمد لله في اليوم الأول نتائج متوازنة. أنا أقدر نقول لحد الآن ميدالية ذهبية، 2 فضية، 4 برونزية في يوم أول. هذا متكافئ الفرص، و إن شاء الله في المستقبل القريب أي غدا إن شاء الله حتكون ميداليات أخرى. واليوم وفي الحين أنا نشاهد سباق تناوب اللي نتوقع تكون فيه ميدالية ذهبية وفضية إن شاء الله. كرئيس اتحادية، هل أنت راضي بالنتائج الجزائرية في أول يوم للبطولة العربية للسباحة؟ والله أولا راضي بما أنه اليوم السباحين حققوا الأهداف تاعهم، والرضا يكون أكثر لما السباح يحقق أحسن نتيجة ولا أحسن رقم له. نظن هذا ما الشيء اللي حصل، رغم ان فيه سباحين ما شاركوش، ولكن نظن ان اليوم على العموم في يوم الاول نتائج لا باس بها. توقعاتك للسباحين الجزائريين في الايام المقبله للبطوله هنا بمركب ميلود هاتفي؟ والله يعني النتائج حتكون في منحنى تصاعدي ان شاء الله، بنتائج ان شاء الله تكون جيده نتوقعها. وأنا من هذا المنبر نقول لهم لكم كل دعم منا ومن اتحادية، والشعب الوهراني اليوم راه يساندكم، إذا ما علينا إلا نرفعوا الراية عالية إن شاء الله. السيد اليوم السيد غائب اليوم؟ لا السيد ماهوش غائب، يسبح اليوم 4 المنافسات تتابع ويسبح فيها الحين. شكرا لك. إذا كان هذا تصريح رئيس الاتحاد الجزائري للألعاب المائية حكيم بوغادو، في انتظار أن يحقق الجزائريين المزيد من الميداليات. نعم ياسين، لربما نتائج إيجابية على العموم، بما أنه كما قال رئيس الاتحادية عبد الحكيم بوغادو بأنه الأهم تحقق مع تحقيق ميدالية ذهبية وفضيتين وأربع برونزيات حسب النتائج الأولية. لربما أيضا الجمهور الوهراني كما نشاهد في هذه الصور سند بقوة العناصر الوطنية، عناصر ممزوجة بالخبرة وبعناصر الشابة من خلال هذه المنافسات، على غرار نفسي التي ننتظر منها تحقيق الميداليات في هذه البطولة. طيبي هشام أيضا مشارك، بن بارا منصف، منصف بلمان أيضا الذي ينتظر منه الكثير في هذه البطولة، عديد من السباحين الجزائريين، زيتوني إيمان كوتر أيضا التي ستخوض النهائيات في 4 متر، العديد من الجزائريين الذين ننتظر تألقهم، علام أسامة أيضا في سباق 100 متر، أيضا في سباق 100 متر لدى السيدات أيضا منافسات إذن قوية في اليوم الأول من السباحة، كما تابعنا من المركب ميلود هاتفي في المسبح المائي المغطى.